هل الحليب مفقود والا لا؟ قديش باش يكون سعر لتر زيت الزيتون وبرشا نقاط اخرى باش نحكيوهم في المواضيع الاثنين هذوما مع ضيفنا سيد انيس خربيش عضو المجلس المركزي للاتحاد التونسي للفلاحه وصيد البحري. اهلا وسهلا بك سي انيس. اهلا وسهلا، مرحبا بكم، صباح النور، مرحبا بك كيف المستمعين. يعيشك، مرحبا، نورتنا. سي انيس، اليوم نحكيو على الحليب، زعما فما ازمه حليب نتاع حليب، ولا اليوم التوانسه يقول لك ما نجمش ناخذ الحليب كيما نحب، انا نمشي باش نقضي مد لي باكو ولا على اقصى تقدير زوز. من جهه اخرى ثم شكون يقول لا ما فماش ازمه وما يلزمش ندخلوا البلبلة عند التوانسه ويولي التونسي ملهوف وهو اللي سبب في الأزمة. باش نعرفوا صحيح من الغلط توا اش نجموا نقولوا؟ عادي واحد تونسي يمشي العطرية ولا يمشي مساحة تجارية يشترطوا عليه باش ياخذ باكو ولا زوز؟ عادي هذايا سي أنيس؟ هو مش عادي في الأصل، مش عادي. نحن الصحيح قاعدين نشوفوا لأنه فما أزمة على مستوى أسواق التفصيل، المساحة التجارية الكبرى، العطارة، فما أزمة. على مستوى أسواق التفصيل فقط، على مستوى الإنتاج فماش أزمة؟ لا ما فماش أزمة، وهذا يلي باش خليني أقول لك لأنه الأزمة هذه مفتعلة. مفتعلة علاش؟ بس خلينا نكون واضحين، نحن بالأرقام نحن اليوم عنا إنتاج يومي حوالي 1,400,000 إلى 1,500,000 لتر حليب يوميا قاعدة تنتج فيها المركزيات نتاع تصنيع الحليب في كامل الجمهورية. الاستهلاك اليومي نتاع التوانسة 1,700,000 إلى 1,800,000 في اقصى حد في الوقت هذا، خلال معناها شهر سبتمبر، معناها فما نقص بين 300 و 400 ألف. نقولوا نحن بين 200 و 300، بين 200 و 300 في اقصى تقدير فما نقص بين العرب والطلب، هذا واضح. لكن نحن اليوم عندنا مخزون استراتيجي ومخزون تعديلي بحوالي 18 مليون، توصلنا حوالي 18 مليون اسبوعين. عندنا مخزون في 18 مليون، معناها عندنا مخزون استراتيجي بحوالي 18 مليون موجود في المركزيات. 18 مليون هذو ما فاش نعملوا بهم، نجبدوا منهم 200-300 كل يوم باش نعدلوا الأسواق. يعني المركزيات توكي تعطيك الأرقام، وهذه اللي قاعد يجمع فيها حتى المجمع المهني مشترك للألبان واللحوم الحمراء، يقول لك يانا قاعدين نضخوا في الكميات اللازمة، الكميات العادية، مش كميات كما نقولوا نحن متاع اللهفة ولا الاحتكار اللي من خلالها نشوفه في الأسواق، معناها فيها شح كبير في مادة الحليب. نحن اليوم توكي ندخل للقهاوي ولا ندخل للنزل ما نلقاوش حليب، نلقاو الحليب موجود. فين ما نلقاوش؟ ما نلقاوش عند العطارة، معناها المواطن البسيط اللي مش يمشي يلوج على باكو زوز، هذاك عنده إشكالية اليوم في التزود بمادة الحليب. بالضبط، هذا هو. المساحات التجارية الكبرى البعض منها تلقى فيها الصباح. تفوت العشرة متاع الصباح، العشرة ونص ما عادش تلقى. علاش؟ إذا السؤال يا سي أنيس، هذا سؤال، معناها كنا قبل العطارة الحليب تبارك الله مكدس، المغازات الكبرى زادة كيف كيف، علاش اليوم يلزمني نمشي أنا الفجر على الصباح باش نخلط على الحليب؟ لأنه الناس الكل اليوم حتى عبر التواصل، معنى صفحات التواصل الاجتماعي، عبر ما يسمعوا فيه، عبر بعض التصريحات اللي سمحني ساعات تكون زادة غير مسؤولة وما يجيش في مكانها. إذا نحن ما عندناش أزمة نقولوا ما عندناش أزمة، إذا مش نستشرفوها بعد شهرين ثلاثة أربعة نقولوا يا تو لاباس، أما يا بعد ثلاثة ولا أربعة شهور نجم نكونوا في أزمة. اليوم الأزمة نحن نعتبروها على مستوى الإنتاج، على مستوى الفلاح اللي قاعد يعاني، عنده أكثر من عامين يبيع بالخسارة. اليوم لتر الحليب نتاعه تتكلف في حوالي دينار و900، صحيح جاء إجراء منذ أسبوع أو 10 أيام بتخفيض في سعر الأعلاف المركبة ب 30 دينار في الطن، لكن هذا مش يأثر في أقصى حد على 3-4% من سعر الكلفة. الفلاح اليوم قاعد يبيع ب 1340، يعني نشوفوا نحن في خسارة على الأقل 500 ملي. هل السنتين الأخيرتين بحكم حتى التغيرات المناخية نقص الأمطار ومعناها فما غلاء كبير حتى في الأعلاف الخضراء؟ ليه فما تخلي عمنا والحكينا سي أنيس على التخلي على الماشية، على بيعها، على ذبحها، على تهريبها. 25% من القطيع نتاعنا على الأقل فرطنا فيه في السنتين الأخيرتين. هذاك علاش أنا من الأول سألتك، قلت لك عندنا مشكلة نتاع إنتاج ولا القطيع هذا؟ مشكلة الإنتاج موجودة، لأنه كان نقارنوا الإنتاج بالسنة الماضية والسنة اللي قبلها بالأخص. ريت أنا قلت لك اليوم ننتجوا في 1,400,000-1,500,000،
عملاول في الوقت هذايا ننجو في 1,700,000 و1,800,000 وليت عملاول في الوقت هذايا ننجو اكثر من 2,000,000. يعني الانتاج باش نكونوا واضحين تراجع ياهو تراجع مقارنة بالسنة الماضية على الأقل 15%، وبالسنة اللي قبلها على الأقل 25%. ياهو فما ملا أزمة يا سي أنيس، كيفاش ملا ملول قلت لي فماش أزمة هاي فما؟ لا خلينا نكون واضحين. اليوم تقول لك المركزيات أنا نضخ في حاجيات البلاد، أما فما ناس قاعدة تخدم على احتكار معين يستشرفوا في الأزمة. تعرفوا اللي باكو الحليب ويدوم 6 شهور، يقول لك أنا نسمع لي إنه فما تراجع في الإنتاج، مش ندخلوا فترة الشتاء فترة التراجع الإنتاج العادية، الفلاح قاعد يتخلى على القطيع، ياهو النجم ونوصلوا جانسي ولا فيبري ما نلقاوش حليب. يقول لك يا برا نخزن أنا من تو باكل حليب بدون 6 شهور، مش نخزنه 3 و4 شهور ومش نطلعه، ياهو معناه ينجم يستاهل كل مواطن وعادي. نحن هاو فين نستشرفوا الأزمة؟ إذا مش نبقاو في نفس الحلقة، في نفس الدوامة، في نفس البيع بالخسارة، في نفس نقص الأعلاف في المركبة، بدني الجودة نتاعها، نقص الأعلاف في المدعمة، غلاء أسعار الأعلاف الخضراء، مثل ناس تشجيعات للفلاح، مثل ناس الزيادة على مستوى الإنتاج، ومش نوصلوا بها الجانفي وفيفري العوامل هذية، ساعتها ياهو مش يكون عندنا وقتها تولي أزمة مدني، وساعتها نولوا نحكيوا على أزمة، تولي ما عادش عندنا مخزون استراتيجي، ونكون عندنا إنتاج ما يغطيش 50 و60% من حاجيات البلاد. بلي عندي سؤال استراتيجي، المخزون الاستراتيجي هذايا منين جينا احنا في ظل النقص في الانتاج مقارنه بالاعوام الفارطه؟ لا نحن كي دخلنا في الفتره نتاع ذروه الانتاج اللي بدات من اواخر ابريل مايو جوا وشويه في جويليا، ولينا ننجو في حوالي 2,000,000 انذاك 2,000,100 يوميا، واستهلاكنا ياوي ينقص شويه في الصيف، ما عادش نقبل بارش على الحليب بالرغم اللي تعدت سنه سياحيه معناها مهمه، استهلاكنا اليومي في 1,800,000 1,700,000 1,900,000، دونك يوميا عندنا 200,000 زايدين 100,000 300,000 قعدنا نخزنوا فيهم. هما دوما اللي قاعدين نخرجوا منهم الفتره هذه باهي. فوالا اللي وصلنا كونا اكثر من 25 مليون مخزون استراتيجي. وقتاش بدينا نجبدوا منه؟ من اواسط اوت. داكور. رجع الانتاج بشويه يرجع بالتوالي، يمشي وينقص، بدينا نجبدوا من المخزون الاستراتيجي. جمعتين التالي كان عندنا 20 مليون، اليوم عندنا 15 مليون فقط. واضح. سي أنيس اليوم تونس قادره وانه باش يكون عندها الاكتفاء الذاتي، وفي نفس الوقت تكون الاطراف الكل ما عندهاش مشكل من الفلاح للمصنع، شنو اللي لازم نعمله اليوم؟ قادره وهذا يقدرنا عليه. في 2017 2018 وصلنا حتى الحليب، معناها عندنا زياده في الكميات والمركزيات ما عادش تقبل، وصلنا معناها الحليب تكب حتى في الطرقات، شفناها ما تزعوش على الحكايه هذه. تبقينا اليوم يلزم تكون فما رؤيه استشرافيه ورؤيه استراتيجيه تتشارك فيها كل الاطراف من هنا الى وزاره اشراف. اليوم الفلاح يلزمه يكون عنده مؤسسه اقتصاديه صغيره، ويلزمه ينتج ويبيع ويحقق هامش ربح باش يبقى وما يفرطش في القطيع نتاعو. اليوم يلزم التحكم في سعر الاعلاف المركبه وفي جودتها مراقبتها. اليوم يلزم التحكم في الاحتكار في مساله التوزيع الملتويه عبر وزاره التجاره وعبر وزاره الداخليه. واليوم يلزم تشجيع الفلاح باش يتعدى الصعوبات نتاع التغيرات المناخيه، نمشوا اكثر لاستعمال المياه المعالجه، نمشوا اكثر لتحليه مياه البحر. يلزمنا نلقاو ايرادات نتاع اعلاف خضراء اللي تخلينا الانتاج معناها ممتاز على مستوى الفلاحين. وفما بعض التجارب زايده اللي تعملت في تونس اللي فيها اعلاف بديله اذا كان نجموا نقولوا. سي أنيس تو النقاط هذيا من عمليه وراو نحكيو فيها؟ فما بعض الاجراءات اللي على الاقل انا معبني ولدي نحكي في الشهر العام، فما بعض الاجراءات اللي تم اتخاذها باش نجموا نوصلوا لهذايا، معناها قول لنا على الاقل للامانه. فما بعض مثلا الاجراءات، فما رينا نحن لانه حركيه كبيره منذ تولي سيد وزير الفلاحه الحالي مسؤوليه الوزاره معناها منذ 6 اشهر، فما وعود لانه وقوف بجنب الفلاحين، ثم خط تمويل. عمليا شنو صار عمليا؟ عمليا لانه ما زالت الاجراءات بطيئه وماهيش معناها بالحجم المطلوب لانقاذ المنظومه، واللي هي منظومه استراتيجيه من اهم 5 منظومات داخل البلاد، هي منظومه الالبان واللحوم الحمراء بصفه عامه، فهمتي ولا؟ اليوم الاجراءات بطيئه، يمكن حتى الوضعيه الاقتصاديه نتاع البلاد واللي نحن متفاهمينها الناس الكل كي اليوم حتى الدعم زاد ماهوش مرشد، يا تو الفلاح يبيع بالخساره.
ولكن انت تخرج في حليب مدعم مدينه 800 لتر يوميا، وفي الاخر ماشي للمقاهي اللي تبيع لك في القهوه ب 5000 و 4000، ماشي للنزل اللي جايين سمعناه السواح باللورو وغير ذلك، زاد يلزم اليوم ترشيد الدعم، وما يكونش الفلاح هو صندوق الدعم، ويلزم كل شيء يمشي في بلاصته، ويلزم ايجاد خطوط تمويل جديده لصغار الفلاحين، لانه نحن 85 الى 90% من المتعاطين للقطاع هذايا بالاخص تربيه الماشي هم صغار فلاحين، هم صغار فلاحين طبعا، وثلاثه واربع بقرات طبعا.